احتفلت كنيسة سانتا كاترينا في مدينة مهد المسيح بيت لحم بقداس احتفالي لاستقبال ذخائر القديس جيرونيموس. القديس جيروم الذي عاش السنوات الأخيرة من عمره في مغارة في بيت لحم، وهذه المغارة كمان نشاهدها بجانب المكان الذي ولد فيه السيد المسيح له المجد. أسس هنا وفي هذا المكان جماعة رهبانية صغيرة، وقام بترجمة الكتاب المقدس من اللغة العبرية إلى اللغة اللاتينية، وتسمى الترجمة الشعبية والتي اعتمدتها الكنيسة المقدسة. ألف القديس جيروم مؤلفات عديدة أغنى بها الكنيسة، ويعتبر من كبار علمائها. وعند وفاته نقلت رفاته إلى القسطنطينية بأمر من الإمبراطور ثيوديسيوس. واليوم كما نرى تمثالاً للقديس جيرونيموس صنع من الفخار في رواق كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، حاملاً الكتاب المقدس وريشة الكتابة، وتحت قدميه الجمجمة التي كانت أمامه دائماً لتذكره بالموت والخلود. ورعى القداس قدس الأب إبراهيم فلتس والمطران دوبرمير والأب رامي عساكرية راعي كنيسة سانتا كاترينا الرعوية، والأب عماد الكامل الأب المساعد، والأب جورج الدعبوب، والأب عيسى حجازين، وأباء حضروا خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة. امتلأت أدراج الكنيسة بالمؤمنين وبحضور رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان، الذي بدوره شكر الله على هذه النعمة المباركة للأراضي المقدسة ووصول هذه الذخيرة بعد 1000 عام. وكما كان من بين الحضور السيد باسم بدرة ممثل المحافظ وممثل الجمعية الأنطونية، نائب رئيس الجمعية الأستاذ نجيب ناصر، وممثل الرهبنة الثالثة عصام سلمان، وقيادة وأفراد مجموعة كشافة تيراسانتا والرهبان والراهبات والمؤسسات وجمع كبير من المؤمنين. وقبل انتهاء القداس أقيمت دورة بذخائر القديس جيرونيموس داخل الكنيسة، وأخذ البركة في نهاية القداس وطلب شفاعة القديس جيرونيموس. اليوم احتفال عظيم أنه وصلت ذخيرة القديس جيرولوم بعد إيرونيموس بعد أكثر من 1000 عام بعد ما تأخذت للفاتيكان لروما، واليوم رجعت لمكانها حتى تكون إن شاء الله بركة لكل واحد بيجي بيصلي بهاي المغارة، وين من خلالها وبفضل القديس إيرونيموس انتشر الإنجيل وقدروا العالم يصيروا يقرؤوه بفضل ترجماته. فنشكر الله، نصلي للقديس جيروم بشفاعته ربنا يعطينا النعمة نكون فعلا نور للعالم ملح للأرض ونعلن كلمة الإنجيل في العالم أجمع. بيت لحم أعطت الكثير، بيت لحم أعطت الطفل يسوع، أعطت السيد المسيح، وأعطت كمان الكتاب المقدس اللي كله أنحاء العالم، لأنه بمغار في مغارة جنب مغارة الميلاد القديس جيروم قعد أكثر من 30 سنة علشان يترجم الكتاب المقدس، وبفضله انتشر الكتاب المقدس كله أنحاء العالم. إحنا كأهل كبلد كشعب بيت لحم لازم كمان تكون هذه المناسبة مناسبة روحية بالنسبة لهم، يرجع لأصول الكتاب المقدس، ما تمرقش هيك هذه المناسبة، تكون مناسبة فعلا نستفيد منها ونرجع لأصول الكتاب المقدس. كل واحد في بيته عنده الكتاب المقدس يجب أن يفتح ويجب أن يقرأ الكتاب المقدس اللي هو أهم شيء في حياتنا، ويجب أن يكون الكتاب المقدس أهم شيء في حياة كل واحد مسيحي. هذه نعمة كبيرة إلنا هون في بيت لحم من شان ربنا بشفاعة القديس جيرونيموس يبعد عنا كل الشر، وكل واحد بيأذي الكنيسة وبيحاول إنه يمحي اسمنا من المجتمع، نطلب منه يحمي الشعب كله خاصة المسيحيين بيت لحم، وخلينا ننتصر دائما على الشر وننشر محبة الله وعبادته. احنا كتير فرحانين انه نلنا بركة ذخيرة القديس، وكتير فرحانين انها رجعت لكنيسة المهد عشان دائما تكون حوالينا عشان تباركنا وتبارك اولادنا. امين. ويعني انا بالنسبة لي هاي اول مرة بشوف اشي هاي زي هاي الذخيرة اللي هون، يعني ويعني اليوم عن جد كان القداس مميز، وانه عن جد فيها بركه، واليوم كان مش زي كل اي قداس، يعني انه حلو انه يكون شيء من
من القثر القديسين قبل انه يجي يعني لهون انه يرجع لنا. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.